وتعالوا نشوف في التقرير ده كمان، نشوف عين الصيرة والجمال اللي حصل في منطقة عين الصيرة. هل نظرت إلى هذه اللوحة الفنية التي تظهر جمال القاهرة؟ هل أمعنت النظر في المناظر الخلابة من الأشجار والنخيل وتتوسطهم هذه البحيرة بمياهها الصافية؟ ما رأيك إن أخبرتك أنها بحيرة عين الصيرة؟ نعم، هي ذاتها التي كانت ملجأً للمخلفات بجميع أشكالها، وتحيط بها العشوائية من جميع الجهات. المسطح المشروع كله عبارة عن 63 فدان، ال 63 فدان فيهم البحيرة نفسها 23 فدان، وبقية المسطح اللي هم ال 40 فدان عبارة زي ما حضرتك شايف عبارة عن جرين اريا، مسطحات خضراء. بعد تطويرها تحولت البحيرة إلى تحفة فنية بها ممشى سياحي وجزيرة استوائية وسط البحيرة ومسرح مكشوف بجانب منطقة للمطاعم، وتحيط بها المناطق الخضراء من جميع الجهات، ويستقر أمامها متحف الحضارة. المشروع عبارة عن ممشى سياحي بطول 2500 متر بيتخلله مناطق جلسات لأي حد عاوز يتريض وكبار السن، أماكن الجلسات لكبار السن اللي عاوز يقعد أو يستريح، في كل مسافة كده على أماكن الجلسات في إكشاك للمشروبات الخفيفة، زائد ان في عندي ثلاث مطاعم موجودين هنا حوالين البحيره. الجزيره الاستوائيه دي ممكن بيتعمل فيها اماكن للترفيه والاحتفالات، لو اي مناسبه للمناسبات بتتعمل هنا. إذن هي اراده الدوله التي حولت هذه العشوائيه الى منتزه بيئي وسياحي وثقافي للزائرين. من مصر عمرو موسى.